السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مع بعض حل مسائل فيزياء الثاني عشر علمي. وضعت ثلاث شحنات نقطية متماثلة، مقدار كل منهما نصف ميكرو كولوم، على محيط دائرة نصف قطرها 2 متر كما هو موضح في الشكل التالي. شدة المجال الكهربائي عند مركز الدائرة. أول مرحلة بنسمي الشحنات، هذه Q1 وهذه Q2 هذه Q3. الزاوية، نحن بنعرف الزاوية حول النقطة 360 درجة، معناتها الزاوية هذه بين الشحنة والشحنة 120 درجة، معناتها هنا 60 وهنا 60، لذلك أخذنا هذه 30. هنا الزاوية بين هذه وهذه عبارة عن 120، هذه 60، معناتها هذه 30 وهذه 30 وهكذا. إذا كانت هذه Q1 معناتها هذا عبارة عن المجال E1، وهذا المجال E2، وهذا المجال E3. من هندسة الشكل منلاحظ أن E1 مجال واحد يساوي المجال 2 يساوي للمجال 3 ويساوي لثابت كولوم مضروب بقيمة إحدى الشحنات على R تربيع اللي هو نصف قطر الدائرة. بالتعويض والحساب بيطلع المقدار 1.12 × 10³ نيوتن لكل كولوم. نجي هلا بدنا نحسب المركبات على المحور إكس. على المحور إكس ويساوي لإي واحد إكس ناقص إي 2 إكس. E1 إكس وتساوي لE1 بكوساين 30 ناقص للE2 بكوساين 30 وتساوي للصفر. نيجي لهون، وين E1؟ هذه E1 مركبتها على المحور إكس هي هذه، هي هذه. وين E2؟ هي E2 مركبتها على المحور إكس هي هذه، مجاورة لزاوية 30، لذلك قلنا كوساين. هلا بنجي للمركبة على المحور واي. المركبة على المحور واي وتساوي لسالب E1 ساين 30 سالب E2 ساين 30 للموجب E3، للموجب E3 أيضا بتساوي الصفر. هذول مجموعون عبارة عن سالب 2 E1 ساين 30 وهذا موجب E3. بالتعويض والحساب بيطلع صفر، لكن على الرسم وين نشوف E1 ساين 30؟ وين E1 هذا؟ مركبتها على المحور واي هي هذه، هذه هذه E1 ساين 30، والتانية مركبتها نفس الشيء هنا، مركبتين متساويتين منطبقات على بعضهم البعض بنفس الاتجاه. إذا بنلاحظ إنه المحصلة صفر بنكون خلصنا. هي عملية هندسية أكثر ما هي فيزيائية.